مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. سنة كاملة من الألم والانتظار عاشها بديع محمد صالح، عاشها على فراش المرض يعاني ألم إصابة لم تجد الدواء، إصابة عطلت حياته وفتحت عليه أبواب الحزن. أين أصيب بديع؟ من المسؤول عن علاجه؟ لماذا لا يزال حتى الآن بلا علاج؟ سنعرف هذه التفاصيل عندما نتابع هذا الفيلم الذي صوره زميلنا أنس الحاج وأعده للعرض الزميل وديع عطاء. نتابع ثم نعود. بحلول يونيو 2016 تجاوز عدد الجرحى من ضحايا نيران ميليشيا الحوثي والمخلوع 32 ألفا. نزف في تعز لوحدها النصف تقريبا، منهم نحو 700 جريح حالاتهم تستدعي العلاج في الخارج وفقا لتقارير طبية. التسويف والتأجيل الرسمي لمواعيد علاج الجرحى ولدت مشاعر الغضب لدى بعضهم، سيما ذوي الحالات التي تزيد سوءا مع مرور الوقت. وبذلك تصبح الحكومة أكثر من أي وقت مضى مطالبة بالاستجابة لمطالب الجرحى والانتباه لرسائلهم. رسالتنا نقول لهم أن يستعجلوا ملفات الجرحى قبل أي حاجة، لأن هناك كثير من الجرحى يعانوا، كثير إصاباتهم بليغة وإصاباتهم لها مدة أكبر. أنا يمكن لي شهر ونص بس، في غيري لهم أكثر من سنة. فلذلك نطالبه اللجنة الطبية بالتعجيل بتسفيرهم وقيامهم بالعلاج اللازم. رسالتنا إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وإلى دول التحالف وإلى محافظة المحافظة أن لا يخذلوا جرحى تعز. بديع محمد صالح واحد من رجال المقاومة الذين حملوا أرواحهم على أكفهم لحماية الأرض والشرعية في تعز. أصيب في إحدى المعارك في رمضان الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو حبيس إصابته. الإصابة جاءت لي في الحوض، خروج المفصل الورك، يعني قيد الحركة على الفراش مطروح لي سنة. وجع بديع يتجاوز حالته الصحية إلى ظروفه المعيشية، وتتأثر نفسيته نتيجة عجزه عن إعالة أسرته. ما في أحد يعول أسرتي، الوالد، لا حكومة لا قادة ولا أحد لفتحنا. إحنا ضحينا لأجل الدين، لأجل العرض، لأجل الشرعية، لكن لا شرعية قدام ولا أحد، لا قادة ولا مسؤولين، ما حد يفكر بحد. بديع واحد من عشرات آخرين أعجزتهم جراحهم عن علاج أنفسهم، ناهيك عن مسؤولياتهم الأسرية، وذلك يضاعف من المسؤولية القانونية للجهات المعنية في الحكومة. نحملهم المسؤولية الأخلاقية والوطنية بعلاج جرح المقاومة الشعبية، حيث نعاني من أوجاع وآلام، ونحن بشوق إلى الرجوع إلى المعارك لكي نكمل الطريق الذي انتهكنا عليه. لعل الحكومة تراعي أن التقصير في علاج الجرحى ينعكس على نفسياتهم، وبالتالي يتسرب الغضب إلى نفوس آخرين في الميدان، لأن التأخير يتسبب مباشرة في استدامة المعاناة لدى الجرحى، الجرحى الذين لم يبخلوا على مبادئهم بشيء، وليس من المروءة تركهم للوجع والموت إهمالا. إذا تأخرت علي العملية ممكن تؤدينا إلى طريح الفراش طول عمري، كل ما تأخرت كل ما تصعب علي العملية. سنة كاملة انقضت وبديع طريح الفراش بانتظار لمسة وفاء تكافئ وفاءه للوطن. سنة ولا يزال يصبر نفسه على لفتة تحين من الحكومة تجاهه، تحد من معاناته ومعاناة أمثاله الذين يتصبرون على أمل أن تفي الحكومة بوعودها. احنا متوعدين بالسفر من يوم ما أصيبتي لا يومنا هذا، لي سنة وأنا متوعد بالسفر، ساعة للسودان، ساعة لقطر، ساعة لتركيا، ما درينا شيء الدولة اللي احنا بنسافر نتعالج فيها، كله نسمع كلام وعود بس، وعود لنا سنة واحنا على الكلام هذا.
أن يقومن بدورهم تجاه هذه الشريحة اللي قدمت أرواحها وقدمت أغلى ما تملك. نريد منهم تسفير هؤلاء الجرحى بأقرب وقت ممكن وبحسب الوعود اللي قطعوا على أنفسهم. وجع يكابده الجرحى على مرأى الجهات المحلية والدولية التي أعلنت التزامها باستقبال ورعاية الجرحى، وفي ظل عجز واضح وملموس من الحكومة في تحسين ظروف المستشفيات الوطنية ليجد الجرحى حقهم في العلاج فيها دون الحاجة للسفر إلى الخارج. ما نوجهه وما نطلبه من الجهات الرسمية ومن السلطات الشرعية هو النظر بعين الاعتبار لشهداء جرحى محافظة تعز الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن. وحتى تفي الحكومة بالتزاماتها، سيتعين على الجهات الإغاثية مد يد العون لضحايا العجز والتقصير، ولكن ما عسى جمعيات ومبادرات محلية أن تفعله لحالات صعبة وأعداد مرشحة للزيادة في ظل استمرار عمليات استهداف المدنيين من جهة وتزايد أعداد الجرحى في الجبهات من جهة أخرى. نوجه رسالتنا إلى فاعلين الخير أن إصابتي تحتاج إلى سفر إلى الخارج، أن الإصابة اللي عندي في الحوض وخروج المفصل أنا الآن قيد الحركة ويلزم لي سفر إلى الخارج ولي سنة إلى الآن. المشكلة كل ما تأخرنا كل ما يقولوا العملية تستصعب عليا، وأحيانا يقولوا ممكن تفشل بعدين العملية كل من كثر التأخير، لكن لا حياة لمن تنادي. الحمد لله. وهبناك الثمن الغالي وهل يغلى عليك دم. من المسؤول عن كل هذا الوجع؟ لا يكفي أن نقول أن المسؤول عن الحرب هو من أطلق الرصاصة الأولى، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن هذه حالات تطرح أسئلة ثقيلة، أسئلة لا بد من الإجابة عليها. لماذا نخسر جرحانا ونحولهم إلى قصص حزينة ومآس مرة يتسولون عبر الشاشات من ينقذ أرواحهم ومن يداوي أوجاعهم، فيما أن المشكلة ليست على الإطلاق لا في التمويل ولا في إمكانية العلاج، وإنما في ضمائر مسؤولين أسندت إليهم هذه المهمة، وهم أقل من أن يتسنموا هذه المهمة أو سواها من المهام الإنسانية. من المسؤول عن مئات الجرحى الذين ينتظرون العلاج؟ تداهمهم الإعاقة ويتخطف الموت بعضهم من أسرة المرض. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمناقشة قضية الجرحى مع المحامي حسين المشدري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كما سنناقش معه أيضا نشاط اللجنة وطبيعة عملها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من عدن المحامي حسين المجدلي، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياك الله أخي. زرتم مؤخرا مدينة تعز للتحقيق في جرائم قصف المدينة، ومنها قصف منطقة الباب الكبير وغيرها من المناطق. ما هي النتيجة التي خلصتم إليها في هذه الزيارة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم وأشكر قناة الجيش على هذا التواصل وعلى اهتمامها بالتواصل مع اللجنة. وبالنسبة لزيارتنا لتعز كانت في اليوم الأول من رمضان بالتحديد في 6/5 تقريبا 6/6، كانت بسبب حادثة الباب الكبير التي أشرت إليها ومجموعة من الحوادث المتتالية التي استفتحوا فيها رمضان يعني على المدنيين في تعز، وسقط فيها الكثير من القتلى. بالنسبة للنتيجة التي أشرت إليها، أصدرت كانت مصدر بيان حددت فيها المسؤولية، وأيضا حددت فيها ما تم من أعمال وما تم من جرائم مروعة حصلت للمدنيين، قصف الباب الكبير استهداف لهم في مدرسة البراعم الوحدة، وأيضا جوار جامع المظفر أيضا حصل قصف المدنيين، عدد من الانتهاكات الأخرى.
نعم كما أشرت صدر بيان عن اللجنة على هذا السبب وهذا الخصوص. هل تم توثيق هذه الجرائم جميعها؟ نعم في هذا الخصوص أحب أن أشير أيضا إلى أن يوجد أربعة أو أكثر من أربعة تقريبا من الراصدين تبع اللجنة في مدينة تعز سبقوا أن قاموا بالرصد والتوثيق للانتهاكات قبل حتى نزول عضو فريق التحقيق إلى المدينة. فتم من فريق التحقيق هو النزول إلى مكان الحوادث ومشاهدتها وتصويرها والاستعانة بالخبراء في مسألة تحديد المتسبب للقصف الجهة المتسببة عن القصف ونزول مقابلة الضحايا وأيضا مقابلة الجرحى في المستشفيات وأخذ أقوالهم وبقية إجراءات التوثيق. نعم عودة إلى موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع وهم الجرحى. لا شك أن هذه الحرب خلفت لنا العديد من هؤلاء الذين يعانون كضحايا أساسيين للحرب، منهم من يحتاج العلاج في الخارج ومنهم من يحتاج إلى تدخلات كثيرة. هل لديكم إحصائية بعدد من يحتاجون إلى العلاج في الخارج من جرحى هذه الحرب؟ التوضيح أولا، نحن في اللجنة الوطنية للتحقيقات مهمتنا هي التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان. طبعا المصابين والجرحى كلنا نتمنى لهم الشفاء بإذن الله، وكلنا نتعاطف مع موضوعهم ومع قضيتهم، ويحز في القلب أن يبقى أي من مصاب في هذا الحرب والعبثية التي اختلقتها بعض الأطراف. لكن نحن في اللجنة اختصاصنا في مسألة الإصابات التي تتم أو تدع على المدنيين كجرائم، يعني كجرائم تستهدف المدنيين. نعم. وكاختصاص أيضا أحب أن أوضح أننا يعني لسنا معنيين يعني بموضوع التحديد أو تحديد الأعداد أو تقديم أي خدمة لهؤلاء، مع أن هذا كان شرفنا وكنا نتمنى أن يكون نعم لنا يد في هذا الموضوع الإنساني، لكن بصراحة يعني لا يمتد اختصاصنا إلى هذا الموضوع. إذن هل يمكن أيضا لو تقدمنا إليكم مباشرة الآن بهذا البلاغ عن ما يتعرض له الجرحى سواء من المدنيين أو العسكريين من إهمال من قبل السلطات المحسوبة على الحكومة والسلطة الشرعية، هل يمكن اعتبار ما يعني ما نطرحه الآن بلاغا رسميا ببدء التحقيق في هذا الملف، ملف أو يعني انتهاك عرقلة علاج الجرحى الذين خلفتهم هذه الحرب؟ نعم وليس هذا هو البلاغ الأول، معنا مناشدات ومعنا بلاغات وشكاوى كبيرة وكثيرة في هذا الخصوص، واللجنة تواصلت مع بعض الجهات واستدعت بعض المسؤولين للتحقيق معهم في هذا الجانب أو السؤال واستشارهم في هذا الجانب. هناك وعود طبعا من البعض بعمل لازم، هناك من يتحجج بمسألة الإمكانيات، وإن شاء الله بإذن الله في أماكن حلت فيها بعض المسائل الجزئية بطرق واجتهادات من بعض المسؤولين، وإن شاء الله بإذن الله لا نرى جريح أو مصاب يعني يشكو بإذن الله، لكن إن شاء الله بإذن الله. سيدي الكريم، من خلال طرحنا لهذا الموضوع في مرات عديدة وفي تفاصيل كثيرة، توصلنا كإعلاميين إلى أن الإشكالية ليست على الإطلاق في قصور في الإمكانيات، المبالغ مرصودة والموازنات أيضا متاحة، لكن هنالك خلل ما. هل يمكن يعني وهذا الخلل يتسبب في انتهاك يصل إلى انتهاك لحياة هؤلاء، هل يمكن أن تقوموا بالتحقيق رسميا في هذه الحالة القائمة للوصول بشكل رسمي ودقيق وقانوني إلى المتسببين سواء إهمالا أو تواطؤا في علاج الجرحى الذين يتسربون من بين أيدينا بالموت وبالإعاقات الدائمة كل يوم؟ أحد أهم اختصاصات اللجنة ومهامها هو تحديد المتسببين في الانتهاكات وتقديمهم إلى الجهات القضائية ورفع بهم إلى رئيس الجمهورية وإلى منظمات المجتمع المدني ونشر التحقيقات جميل عنهم إلى الصحف وإلى وسائل الإعلام، بل وحتى تمتد يعني اختصاصات اللجنة إلى مطالبة المنتهكين أمام المحاكم الدولية. إذا كان هناك كما أشرت إلى أن هناك أشخاص يقومون بالتقصير فقط مع وجود الإمكانيات يعني
أو بالعجز فليقدموا استقالاتهم. إذا كان هناك مجموعة من العجز والفاشلين فليقدموا استقالاتهم. إذا كانت ما يتنامى إلى أسماعنا من أن هناك اسمح لي بس سيد حسين، هناك ما يتنامى إلى أسماعنا أن هناك متاجرات بهذه القضية، هناك قصص كثيرة لا نريد أن نطرحها على الهواء، لكن باعتباركم لجنة رسمية مكلفة بالتحقيق في هذه الانتهاكات نرجوكم ونناشدكم التدخل في هذا الملف وإخضاع جميع القائمين على ملف الجرحى للتحقيق لمعرفة أين الخلل، خاصة وأؤكد هنا وعلى مسؤوليتي الشخصية أن الإشكالية ليست مالية على الإطلاق. نحن على استعداد للذهاب، ليس للانتظار من سيأتي لنا بالمعلومات التي أشرت إليها، لكن نحن على استعداد للذهاب إلى الشخص أو الجهة التي تشير إلى أنها تمتلك معلومات عن وجود تقصير وعن وجود الإهمال أو المتاجرة بما ذكرت، الذهاب إليها وأخذ المعلومات التي لديها والبدء فورا في التحقيقات والقيام بالواجب وكشف الأمر وطالبة بالمساءلة والإحالة إلى القضاء إلى الجهات المعنية. بورك فيكم، هذا هو دورنا في النهاية كإعلاميين، محاولة الكشف والإشارة إلى مكامن الخلل، ويأتي هنا دوركم أنتم كحقوقيين و يعني كأصحاب سلطة حقوقية في أيضا تحديد من هم المتسببين. لدينا موضوع آخر وهو أننا من خلال برنامجنا هذا سيدي الكريم قد قمنا بتوثيق العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرض لها مدنيون وتعرضت لها مدن، هل يمكن اعتبار ما قدمه برنامج لست وحدك في هذا السياق كبلاغات رسمية يمكن للجنتكم الموقرة البدء في التحقيق فيها؟ نعم، من ضمن الوسائل العمل اللجنة أحد أهم الوسائل أيضا هي تلقي المواضيع أو تلقي البلاغات عن الانتهاكات من وسائل الإعلام وما تنشر وسائل الإعلام، ومن ثم يبدأ دور اللجنة بعد سماع ما يتم نشره في وسائل الإعلام في التحقيق وفي جمع المعلومات بشكل وتوثيقها بشكل رسمي والبدء في إجراء تحقيق عملي وعلمي فيها. لو رجعنا دليلا إلى موضوع مجزرة الباب الكبير التي نزلت لجنة التحقيق فيها، نعم. كانت اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بها هو أحد الدوافع التي جعلت اللجنة تنزل مباشرة للتحقيق فيها. أيضا ما تنشروه أنتم بالجيش وما ينشره ما تقوم ببثه لوسائل الإعلام الأخرى هو محل اهتمام ومتابعة من اللجنة، هو يتم توثيقها أولا بأول ومتابعته والتوجيه سواء إلى الراصدين في الميدان بمتابعته وتشكيله والتحري عنه أو من قبل الأعضاء مباشرة أعضاء اللجنة بالتحقيق فيه مباشرة. وهذا هو ظننا بكم المحامي حسين المجدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. بديع محمد صالح، تم الرصد، في أمان الله.